بسم الله، شوف مع بعض ازاي نعمل موضوع الريفيجن. لو انا عايز اعمل ريفيجن بروح لانوتيت واقول له انا عايز ريفيجن كلاود، وابدا اعمل ريفيجن كلاود على المجال اللي انا عايزه. وممكن لو هم ليهم نفس الرقم نفس الاصدار راح اعمل كذا واحده. اوكي تمام. طب انا عايز ابدا اديله الارقام، ادخل في تايم فيو الريفيجن وابدا اقول له ضيف لي اصدار تاني وتالت ورابع وخامس زي ما انا عايز. ممكن اقول له مثلا الاصدار التاني انا عايزه تاج بس، او انا عايزه من غير ما تكتبليش حاجه في الاصدار دوت، خليه فاضي. تمام، اقول له اوكي، اكتب ده تاج، اعمل رقم واحد. طيب لو انا عايز ادي ده رقم تاني غير رقم واحد هعلم عليه، ومن هنا ريفيجن هقول له ده ريفيجن 4 مثلا، فيظهر معايا بالشكل دوت. ممكن دوت اقول له خلي ده ريفيجن 3 بس، لان هما الاتنين مع بعض، فهتلاقي اول ما ده يتغير ده هيتغير وكده.